واستشراف كبير للإمام القائد السيد علي خامنئي في موضوع سوريا، صح وهذه منشورة في مذكرات المرحوم الشهيد القائد حسين همداني، يقول عندما نعم ذهبنا إلى سوريا وكانت تقريبا سوريا يعني أكثر من 80% من سوريا هي بيد الإرهابيين خارجة عن السيطرة، كان أكو تيار في داخل سوريا لا يحبذ مجيء الإيرانيين للتدخل، ويعني يريدون يرضون بعض الدول العربية، فيقول ما لقينا ذاك الترحيب من بعض الجهات مو من الرئيس بشار، فكان متضايق الشهيد همداني وكتب للسيد القائد السيد علي خامنئي، فقال له السيد خامنئي: سوريا مثل مريض يحتاج إلى الدواء، يجب أن تبقوا وتحافظوا على هذه الدولة وتمنعوا سقوطها، ونجحوا في هذا النجاح الباهر. في تلك الفترة، وأنا أذكر جيدا تلك المرحلة وتذكروها أنتم معي، خرجوا بشعار لا غزة لا غزة، لا لبنان، جانا فداي إيران، حتى نعم بعض القيادات الرسمية في الجمهورية الإسلامية كان هذا وجهة نظرها، لكن السيد الإمام علي خامنئي قال لا، نحن باقون ونذهب إلى سوريا للقتال من أجل أولا الإسلام، ثانيا كمحور مقاومة، لأن سوريا هي الخط الأمامي أمام الكيان الصهيوني.